لعماد أمغري. أمغري غير كما سنتابع للجهة اليمنى، تابعونا بالتفاخر. استغلال واستقبال جيد للكرة، غير لعماد أمغري. عماد أمغري راوغ، عاد الكرة افتح فخوري، تفخوري راوغ وترك الكرة أمام عمر ديوب يعلن عن تسجيل الهدف الأول في الجهة اليسرى من شمس الدين الشطيبي وبمفرده محمد الحاج مدرب الفريق. نقطة لحد الساعة ثمينة جدا، تمريرة متقنة من شمس الدين الشطيبي وبمفرده محمد الحاج يسكن الكرة في عمق مرمى شباك شباب الريف الحسيمي. إذن المباراة تعود للتعادل هذه المرة بالأهداف، هدف لشباب الريف وهدف للرجاء.